السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في اللقاء الخامس من مادة مهارات القرن 21. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن موضوع الملفات الرقمية وخرائط المنهاج، كيف ممكن نستخدم التكنولوجيا في تنظيم المحتوى التعليمي وإدارة المناهج. إذا موضوعنا اليوم هو عن الملفات الرقمية وخرائط المنهاج، كيف راح نستخدم التكنولوجيا في تنظيم المحتوى التعليمي وإدارة المناهج. الأهداف التعليمية لهذا أو لهذه المحاضرة هي فهم مفهوم الملفات الرقمية وخرائط المنهاج، استكشاف دور التكنولوجيا في تنظيم المحتوى التعليمي، وأمثلة عملية لاستخدام الخرائط التعليمية في تخطيط الدروس. لو قلنا إيش هي الملفات الرقمية، هي طريقة حديثة لتنظيم المواد الدراسية. كيف؟ بحيث انه احنا بننظم المواد الدراسية بحيث تكون او تكون متاحة للطلاب بطرق اكثر تنظيما مع السهولة للوصول في اي وقت. خرائط المنهاج بتسهل التخطيط للمقررات، وايضا بتسهل التحديد المحتوى اللي احنا لازم ندرسه كمدرسين. مثال، ممكن نستخدم جوجل درايف، انه هو مساحة موجودة في الكلاودز، تمام، هي مساحة المعلم بيقدر ينظم الوحدات التعليمية فيها، وايضا بيشارك مثلا الرابط او اللينك بكل سهولة مع الطلاب، بدل ما يكون الامور معقدة ويطبع وكذا والملف ما فتح، لا، كل شيء موجود على الكلاودز. طيب لو سألنا إيش هي الملفات الرقمية؟ الملفات الرقمية هي بكل بساطة ملفات بتشمل على محتويات تعليمية بشكل منظم. يعني بنقدر نقسمها مثلا ملفات فيها نصوص أو ملفات نصية، فيديوهات، صور، اختبارات تفاعلية. طيب شو الفائدة من الملفات الرقمية؟ انه هي بتكون متاحة للطلاب وللمدرسين بأي وقت، وفي نفس الوقت بتدعم الأدوات التكنولوجية. يعني مش لازم يكون عندك مثلا طابعة، مش لازم يكون عندك ملفات ورقية، لا، كل شيء متوفر على الكلاودز او على الملفات السحابية. يعني مثلا انا بقدر في ملف PDF واحد احط الدروس، وأحط النماذج التفاعلية مع الطلاب، أحط نماذج على الاختبارات، بحيث أنه الطالب يقدر يراجعها في أي وقت حتى لو ما كان موجود في الصف الآن. إيش أهمية الملفات؟ قلنا أنه الطالب يقدر يوصل لها والمعلم يقدر يوصل لها في أي وقت، تكون منظمة بحيث أنه تتناسب مع محتوى المنهج، أيضا بتكون مربوطة بالمنصات التعليمية الإلكترونية، فبذلك احنا بنحول المنهاج كله بشكل الكتروني متواجد على الكلاودز، بنقدر نوصل له في اي وقت وفي اي مكان. كيف احنا نستفيد من الملفات الرقمية؟ بحيث انه هي بتساعد في تحسين العملية التعليمية باكثر من طريقة. اولا ان احنا ممكن نحدث عليها تحديث مستمر بشكل سهل جدا، كل اللي عليك انه احنا تستبدل الملف، تحدث وتستبدل الملف. ايضا ممكن بكل بساطة تضيف تفاعلات، ممكن تضيف ادوات تعليمية جديدة، ممكن تضيف للمحتوى، تمام. ايضا نقدر ننظم المحتوى بشكل فعال واسهل، تخلي المعلم يقدر يضيف اختبارات كويزز، اختبارات قصيرة، او روابط لمصادر اضافية لو بده يضيف مثلا فيديوهات يوتيوب، بده يضيف مقالات للقراءة، مصادر إضافية للمحتوى وهكذا. مثلا لو عندي أنا PowerPoint بيحتوي على فيديوهات تعليمية ونماذج أسئلة، بحيث أنه الطالب يقدر يتفاعل المحتوى بشكل مباشر، بقدر بكل بساطة أرفع له هذا الملف وأقول له يرجع للملف أنه في ملف محدث أو ملف مضاف للقراءة أو للإطلاع. طبعا في عندي كثير جدا من الأمثلة على الملفات الرقمية، أهمها وأشهرها ملفات العروض التقديمية التفاعلية اللي هي الـ PowerPoint، اللي هي بتحتوي على شروحات، بتحتوي على وسائط متعددة،
عندي أيضا الملفات الصوتية اللي هي بودكاست اللي بتساعد الطلاب على الفهم عن طريق السمع. ممكن يسمع الطالب محتوى منهج كامل في مثلا 3 أو 4 ساعات. أيضا عندي الاختبارات التفاعلية اللي بتكون مدمجة داخل الملفات وبتخلي الطالب يشارك بشكل مباشر. يعني مثلا أنا ممكن أقدم منهاج كامل من 10 وحدات مرفوع على الإنترنت عن طريق العروض التقديمية التفاعلية. بعد كل وحدة من الوحدات الطالب ممكن يخضع لاختبار مدته 5 دقائق ب10 أسئلة. هذه 10 أسئلة بتغطي المحتوى والأهداف التعليمية لكل وحدة. لما الطالب ينجح فيها ويتمم الوحدة بنجاح بيقدر ينتقل للوحدة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. طيب أكيد سمعنا في مصطلح خرائط المنهج. إيش هي خرائط المنهج؟ خرائط المنهاج لو بدنا نعرفها نقدر نقول إنه هي مخططات بصرية بتمثل الوحدات التعليمية، بتمثل الخطوات اللي راح يتم تناولها في هذا المسار، الأهداف التعليمية. أهميتها أنها بتساعد المعلمين في تنظيم وتخطيط المقرر بشكل واضح. يعني مثلا لو أنا عندي خريطة لمقرر الأدب، تمام، خلال هذه الخريطة أنا بقدر أحط وحدات مخصصة عن الشعر، وحدات مخصصة عن الرواية، وحدات مخصصة عن المسرح، وكل وحدة إيش هي الأنشطة اللي راح أستخدمها فيها، إيش هي الأهداف التعليمية اللي أنا راح أغطيها في هذه الوحدة، أيضا إيش الأشياء المطلوبة من الطالب بعد كل وحدة. لو أنا بدي أحط مثلا تغذية راجعة أو تقييم لكل وحدة وهكذا، هذا كله بيكون مضمن أو مرسوم بشكل أو مصمم بشكل بصري في هذه الخريطة، بحيث أنه يسهل على الطالب ويلم كل الوحدة أو كل الفصل في صورة واحدة أو في ملف واحد. طيب كيف هذه الخرائط ممكن تحسن في موضوع التخطيط الدراسي؟ لو قلنا أنه إحنا من خلال اتباع خرائط المنهاج راح يكون المنهج أكثر وضوح، راح يكون منظم من خلال توزيع المواد التعليمية على مدار الفصل الدراسي، أيضا راح يكون في تقييم مستمر، تمام. لو تكلمنا عن المكونات الأساسية لخرائط المنهاج، هي بتشمل بشكل أساسي أولا الأهداف التعليمية، المحتوى التعليمي والتقييم. الأهداف التعليمية بتحدد إيش اللي الطلاب لازم يتعلموه في هذا الفصل أو في هذا المقرر. المحتوى بيحتوي على الوحدات اللي راح يتم تدريسها. أما التقييمات سواء كان اختبار سواء كان مشروع، وبتقيس مدى تحقيق هذه الأهداف. يعني التقييم لابد أنه يكون عبارة عن قياس لتحقيق هذه الأهداف. مثلا لو أنا عندي وحدة دراسية عن الطاقة الشمسية، أول شيء أو أول مكون بحرص أن يكون موجود اللي هو الأهداف التعليمية، إنه الطالب راح يتعلم الهدف الأول، الهدف الثاني، الهدف الثالث. بعدين بنتقل للشق الثاني اللي هو مواضيع الأساسية للمحتوى. بعد كل موضوع راح يكون في عندي إيش هي أنشطة التقييم لهذا الموضوع. مثلا لو عندي مشروع بحثي، عندي كويز، عندي أسئلة وهكذا. طب قلنا خرائط المنهاج هنا بتساعد، بتنظم، بتقدم تغذية راجعة. طب كيف أنا كمدرس راح أستخدم خرائط المنهاج، أو كيف راح أنا أقدر أصممها من خلال التكنولوجيا؟ عندنا أدوات تكنولوجية كتير بتمكن المعلمين من إنشاء خرائط المنهاج. أولها وأشهرها اللي هو جوجل دوكس لإنشاء خرائط بسيطة وتعاونية. أيضا عندي كانفا. كانفا ممكن من خلاله أصمم خريطة تعليمية كاملة بكل بساطة وبشكل مجاني، تمام. فعندي أنا صراحة أمثلة كثيرة جدا للبرامج اللي بتقدر من خلالها تصمم الخرائط التعليمية. طيب أنا الآن صممت الخريطة التعليمية، كيف ممكن أستخدم التكنولوجيا في تنظيم
المحتوى التعليمي. اولا انا الان عندي، يعني زمان كان الطلاب بجانب انه عنده كتاب مطبوع دائما معاه فلاش اللي هو البين درايف، هذا الفلاش هذا عليه مثلا البي دي اف، عليه الباوربوينت، عليه الاختبارات، نماذج الاختبارات اذا في ملزمه، فدائما وين ما يروح معاه الفلاش ومن خلاله بيقدر يطبع. الان لا، الان كل شيء متوفر على التخزين السحابي او الكلاودز زي الجوجل درايف او الون درايف. هاي البرامج بتعطيك الامكانيه انك تخزن ملفات يعني من غير يعني without any limits، ما في نهاية لي، ممكن تخزن عليها يعني أحجام رهيبة موجودة على الإنترنت، تقدر بكل بساطة تفتح عليها من خلال جوالك أو لابتوب وتدخل على المادة. أيضا من الأمثلة المنصات التعليمية اللي زي مودل أو بلاك بورد اللي إحنا نستخدمه حاليا في جامعة الأقصى، بيستخدموا مودل المنصة الإلكترونية. ايضا في عندنا الادوات التفاعليه اللي من خلالها بنقدم مثلا كويزس او تغذيه راجعه، او ممكن من خلالها نستخدم درس تفاعلي، نصمم درس كامل زي مثلا برنامج كاهوت اللي احنا شرحناه سابقا. طب السؤال الان، كيف انا كمعلم بقدر انشئ ملف رقمي او ملفات رقميه فعاله؟ خطوات إنشاء ملفات الرقمية الفعالة بتشمل أولاً تحديد الهدف، أنت إيش الهدف من هذا الملف؟ تمام؟ ثانياً تنظيم المحتوى، ثالثاً إضافة الوسائط التفاعلية. فالهدف ممكن يكون شرح مفهوم مثلاً أو تقديم اختبار. تنظيم المحتوى بيتم بطريقة بتتناسب مع مستوى الطالب، بتتناسب مع الوحدة الدراسية اللي أنا بدي أدرسها، وأيضا استخدام الوسائط التفاعلية زي مثلا الفيديوهات، الصور اللي هي بتعزز في عملية الفهم. لو أنا مثلا بدي أعمل ملف باوربوينت بيحتوي على فيديوهات وصور توضيحية بحيث أنه الطالب يتعلم بشكل متكامل، ما يكون فيه يعني جفاف في المعلومة، تمام، بحيث أنه أنا أقدر أقدم المعلومة مثلا تعريفها، بعدين أستخدم صورة، بعدين مثلا فيديو متكامل بيشرح المعلومة بشكل أوسع وأدق. فبذلك الطالب بيحصل على أكثر من جهة أو أكثر من مصدر للمعلومة، المصدر النصي، بعدين صورة بتوضح ذلك، بعدين فيديو اللي هو بيشمل الاثنين. فبنعيد ونكرر، من أهم الأمثلة على الملفات الرقمية الفعالة ملفات الباوربوينت، ملفات البي دي اف، والفيديوهات التعليمية. باوربوينت ممكن يكون بشكل تفاعلي، يحتوي على شروحات ونماذج، رسوم بيانية ومتحركة وإلى آخره، زي اللي احنا بنسويه الآن. ملفات البي دي اف تحتوي على المنهاج، تحتوي على التمارين والأنشطة، زي ملفات البي دي اف اللي احنا رفعناها على المنصة الإلكترونية اللي هي فيها انفوغرافيك لكل وحدة على حدة. وأخيرا الفيديوهات التعليمية اللي من خلالها بنعزز الفهم عند الطلاب. يعني لو أنت شفت أنه مثلا الشرح فيه جانب من القصور أو بدك توضح نقطة بشكل أوسع، ممكن ترفق فيديو مثلا موجود على اليوتيوب، من خلال هذا الفيديو ممكن الطالب يتوسع في فهم هذه النقطة. طيب الآن بعد ما طلعنا على كل هذه المعلومات، كيف فينا نصمم أو نبدأ في تصميم خريطة المنهاج لأي مقرر دراسي؟ أول شيء زي ما قلنا بدنا نحدد الأهداف التعليمية بوضوح. يعني بدنا نقول إنه في بداية الخريطة أولاً الأهداف التعليمية، ونبدأ بسرد هذه الأهداف 1 2 3. بعدين نقسم المحتوى بشكل جذاب، نستخدم صور، نستخدم أيقونات، تمام، من خلاله بنقسم محتوى الوحدة كلها أو المنهاج كله. وأخيراً بنضيف الأنشطة التقييمية اللي هي شيء أساسي ولابد منه، بحيث أنه الطالب يقدر يقيم نفسه، وأنا كمعلم أيضاً أشوف أنه الطالب هل تحقق عنده الأهداف التعليمية ولا لا من خلال هذه التقييمات. ممكن تكون كويز، ممكن يكون اختبار، ممكن يكون مشروع تعليمي.
من الأمثلة على الخرائط المنهاج الفعالة لو أنا مثلا بدي أصمم خريطة لمنهاج مادة العلوم، تمام؟ فأول شيء راح أعرف أو راح أتأكد أنه موجود، أنه هي بتحتوي على وحدات زي مثلا الفيزياء، كيمياء، البيولوجي. بقدم أمثلة وبقدم أنشطة لكل وحدة من هذه الوحدات. أيضا قلنا أنه في مادة الأدب نقسمها لوحدات مختلفة زي الشعر والرواية والمسرحية، مع وجود أنشطة تحليلية لكل وحدة من هذه الوحدات. طب كيف أنا بقدر من خلال المحتوى التعليمي، أو عفوا من خلال استخدام الخرائط بتخصيص المحتوى التعليمي؟ خرائط المنهاج بتساعد في تخصيص التعليم من خلال تعديل المحتوى نفسه حتى يتناسب مع احتياجات الطلاب. مثلا ممكن أقدم وحدة إضافية للطلاب، ممكن أقسم الوحدات التعليمية للطلاب بحيث أنه أقدم دعم إضافي، ممكن أقدم وسائط متعددة لكل وحدة من وحدات التعليم، بدل ما يكون كله بس كلام أو يكون عبارة عن شرح للسلايدات، لا، أنا بقدم لهم فيديو، ذلك بيكون عندهم الفهم يعني بشكل أعمق. من الأشياء الأساسية في أي خريطة أو في أي محتوى تعليمي وجود التقييم. إذن التقييم هو من الأشياء الأساسية. ليه؟ لأني أنا من خلال التقييم بقوم بربط الأهداف التعليمية الموجودة في خريطة المنهاج. طيب بعد ما أربط الأهداف التعليمية بيصير عندي التقييم مبني على تحقيق هذه الأهداف، تمام؟ فممكن نستخدم عدة مراحل من التقييم. مثلا ممكن أولا نستخدم التقييم المرحلي. التقييم المرحلي كيف يعني؟ يعني أنه كل بعد وحدة أو بعد كل وحدة من هذه الوحدات اللي أنا بشرحها بقدم لهم تقييم بحقيق الهدف الأول مثلا، بعدين الوحدة الثانية بتحقق الهدف الثاني، فأنا بقيم كل وحدة بعد ما أشرحها، تمام؟ أيضا عندي استخدام التقييمات التكوينية. زي إيش؟ يعني أنا بقدم تقييمات قصيرة خلال المساق، مش في نهايته، لا، خلال المساق. ليش؟ حتى أعرف مدى تقدم الطلاب، مدى فهم الطلاب خلال العملية التعليمية. أنا ما بدي أستنى مثلا للآخر بعدين أنصدم بالنتائج أن الطلاب أصلا ما كانوش معي خالص، فأنا بدي أتأكد أنه في عندي أكثر من نوع من أنواع التقييم. أوكي؟ التقييم المرحلي واستخدام التقييمات التكوينية. المرحلي للمرحلة كلها، يعني بعد كل وحدة أنا بقدم لهم اختبار أو كويز. أما بالنسبة لاستخدام التقييمات التكوينية فهي في خلال تدريسي، وأنا بشرح لهم بقدم لهم تقييمات قصيرة، سؤال تفاعلي، أفتح مثلا جروب ديسكشن، تمام؟ من خلال الطلاب بيكون عندهم، أو أنا كمعلم بعرف الطلاب وين وصلين، هل هم معايا مش معايا وهكذا. طيب كيف فينا ندمج الخرائط أو خرائط المنهاج مع الأدوات الرقمية اللي احنا شرحناها؟ دمج الخرائط مع الأدوات الرقمية بيساهم انه يخلي التعليم أكثر تفاعلا. يعني انا بدل ما استخدم الأدوات الرقمية على حدة واستخدم الخرائط على حدة، انا بدمجهم مع بعض، بيصير عندي شغلة اسمها مثلا جوجل كلاس روم. بدل ما كنت استخدم جوجل درايف أو جوجل فورمز لحاله، انا فيه الآن استخدم جوجل كلاس روم. جوجل كلاس روم هذا عبارة عن Learning Management System، تمام؟ LMS، يعني منصة إلكترونية متكاملة، جوجل كلاس روم. من خلال هاي المنصة أنا بقدر أرفع لهم الخرائط اللي أنا صممتها، بقدر أرفع لهم كاهوت، أنشطة اللي أنا صممتها على كاهوت، بقدر أرفع لهم أيضا أنشطة أنا صممتها على برنامج زي مثلا بادلت، اللي هي لوحة رقمية تفاعلية بتساعد في تنشيط وتنظيم الأفكار وفق خريطة المنهاج. فأنا بعمل دمج ما بين خرائط المنهاج اللي أنا صممتها مع اللوحة الرقمية اللي أنا بستخدمها أو المنصة الإلكترونية اللي أنا بستخدمها، زي ما إحنا عملنا الآن في هذه المادة في المنصة الإلكترونية. لو أنت دخلت على المنصة الإلكترونية راح تلاقي أول شيء السلايدات، بعدين إنفوغرافيك للوحدة، بعدين راح تلاقي فيديو كامل اللي هو عبارة عن شرح للمادة بشكل كامل. إيش دورك أنت كمعلم في إدارة الملفات الرقمية والخرائط؟ أول شيء
تتأكد من إنه المواد الدراسية دائما محدثة، تمام؟ هذا واحد. اثنين، تتابع تقدم الطلاب. قلنا كيف بدنا نتابع تقدم الطلاب؟ في عندي التقييم المرحلي والتقييم التكويني، تمام؟ مثلا لو أنا استخدمت خريطة منهاج لمتابعة الطلاب، بدي أتأكد إنهم بيحققوا الأهداف التعليمية، بدي أتأكد إنه عندهم توجيهات، عندهم دعم لاستخدام هذه الأنشطة التفاعلية. يعني أنا ما بدي فقط أصمم وأتعب حالي وأعمل إنفوغرافيك وأحط فيديوهات ووسائط تعليمية والطلاب أصلا ما بيفتحوا المنصة، تمام؟ فبدي أتأكد إنه في مثلا سؤال تفاعلي بعد كل فصل هذا الطلاب بيدخلوا بيشاركوا فيه. طبعا احنا سؤال تفاعلي يعني حطيناه بعد كل فصل، في عندنا سؤال تفاعلي على منصة التعليم الإلكتروني في جامعة الأقصى، ولكن نظرا يعني للظروف اللي احنا بنمر فيها حاليا في غزة وعدم توفر الإنترنت، يغضينا البصر شوية عن مشاركة جميع الطلاب. طبعا زي أي موضوع جديد أو ترند في موضوع التكنولوجيا دائما في تحديات. من أهم التحديات في استخدام الملفات الرقمية وخرائط المنهاج، أولا ضعف البنية التحتية التكنولوجية، وهذا بيفسر اللي احنا بنمر فيه حاليا حرفيا في غزة، بحيث انه الطلاب ممكن ما يكون عندهم أجهزة، وممكن جدا ما يكون عندهم إنترنت، وهذا الواقع للأسف اليوم. أيضا بيكون في صعوبة في تنظيم الملفات الرقمية من قبل المعلم، كمان في مقاومة التكنولوجيا أو مقاومة التحديث من بعض الطلاب. يعني الطلاب بتحط لهم كل شيء على المنصة الإلكترونية، مثلا الفيديو والشرح والسلايد والإنفوغرافيك، بس بيقول لك لا بعت لنا إياه مثلا على الواتس أب جروب، فيش عندي إنترنت، ما عندي إنترنت في البيت، ما عندي إنترنت في المكان اللي أنا حاليا فيه. فإحنا بنراعي الظروف، ولكن بدنا نعرف انه استخدام التكنولوجيا واستخدام الملفات الرقمية وخرائط المنهج هو جهد مبذول من جميع الاطراف، سواء المدرس او الطالب ايضا. بالعكس الجهد المطلوب من الطالب اكبر، بحيث انه العملية تكون عملية او العملية التعليمية تكون مرتكزة على الطلاب وليس المعلم، وهذا هو الهدف من مهارات القرن 21 كله، انه العملية التعليمية تكون مرتكزة على الطالب وليس على المعلم كما في التعليم التقليدي. طبعا ختاما استعرضنا اليوم أهمية الملفات الرقمية، أهمية خرائط المنهاج في تحسين تنظيم المحتوى التعليمي وإدارة الدروس بشكل فعال. هذا التنظيم يعني بيتيح رؤية شاملة وتواصل أوضح بين المعلم والطلاب. وكالعادة راح أحط إن شاء الله هذا السؤال بشكل نقاش مفتوح. أتمنى إنه اللي بيقدر وعنده إنترنت يعني يشارك فيه. السؤال هو: ما هي الأدوات التي تفضلون استخدامها في تنظيم محتويات الدروس الخاصة بكم؟ وكيف يمكنكم تطبيق هذه المفاهيم في بيئات التعلم الخاصة بكم؟ بذلك نكون انتهينا من محاضرة اليوم، ونراكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل اللي هو راح يكون الأسبوع السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.